كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب تهنئة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها في عيدها: أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملون أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن. دمتم بخير وسلام.